عيد ميلادك في المغرب. اخر عيد ميلاد ايه ده؟ اخر دقيقة ليا شبيت لك تطلع هوبا ده على الهوا يا زوز. بيهرج يا جدعان. الزوز عايز يسلمني، عايز يسلمني، بيقول لي انا اصحوا لينا احنا جينا. وحشناكم بالذات، غبرنا عليكم انا عارف، بس انتوا وحشتونا، مش انا بس، عائلة كاملة. اخباركم ايه؟ عشركم مبروكة. نخش في الموضوع على طول. تمام، النهارده رجعت البيت لقيت العيلة عاملة لي مفاجأة عشان عيد ميلادي. انا عيد ميلادي النهارده. لا يا شيخ، وشرفي يحزني في نفسي ان انا احتفل بيه لوحدي. مين هيقول كرسون؟ طيب اي ايه اليوم؟ يوم عيد ميلادي، انا اتولدت في هذا اليوم. لم يدرك العالم حين انطلقت شرارة 23 من يوليو. اخبارك يا زوز؟ سمع الناس صوتك، الناس توحشتهم. كان عبروة تزد فيه شي عام ولا تزد فيه شي نص عام ولا الناس كانوا فاكريننا ان احنا متخانقين يا زوز. ينفع كده؟ لا متخانقينش، لا ايه، خرجنا من الحجر الصحي، خرجنا احنا بالكاو، لا طحنا بالكاو، بحال ضرب القضية، بحال ضرب محمد علي كلاي ولا ضرب. لا خرجنا تلفي عزيز والله. عمال كنت بحاول ارد عليهم واقول لهم يا جماعه والله على عينينا عايزين نعمل فيديوهات، بس هي الفكره ان الزوز عنده اوراق بيخلصها وانا عندي اوراق بخلصها بس فالدنيا كانت بايظه خالص والله. ملخبطه انتوا بتقولوا ملخبطه؟ لا انا اخت عليكم. انت خلاص انت بقيت تتكلمي مصري؟ واش غنديروا؟ زعماك مرونه. ماشي يا عم. واش غادي ندير؟ آه يا الله. ايوا سنة سعيدة. هابي بيرثداي. حبيبي يا زوز. سعيد ميلاد. سنة سعيدة وتحسينا جوينا. والله انت غيران يا زوز، ده شنع لسه في شوية ولا ايه؟ لا حتى هو شوف خلاته بنته، شوف كي دارت له. بس زوينة بالصحة تحسينا يا زوز. انا درت تحسينا ديال الشمعة اللي غدير انت فيها. لا لا انت على عيد ميلاد. عطيت الحسنة ديالو تاع التيمم، هذيك الحجر اللي يتيمم بيه هو راسه. والله لا لا حبيبي يا زوز. وطبعا عشان قبل ما ننسى، بس الناس مش عايزانا نغبر عليهم، في ناس بتحبنا وانت شغلك ده، وفي ناس مريضه، احنا مالناش دعوه بالناس المريضه، احنا مالناش دعوه بيهم خالص. او بص هتلاقيه بيدوس ديس انلايك دلوقتي، ديس لايك انلايك على طول. في ناس بتجنني والله، لسه ببقى عامل صوره ديس لايك. لا عارف شهاده شويه، لا عارف دي بتخليني ان انا اكمل اصلا. الناس اضواء، كل واحد يبغي يخلي كل واحد كله على راسي. لا 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 شوف بلا شوف، هذا هو البشر. لانه مش يكون التوازن. ايوه صوابعك زي بعضها زي المزيان، ها الخايب، ها اللي كاين. والله يهدينا يا رب يا رب، وتستمر الحياه. والله امك قلبت نجاتك. الحياه وانا بنت كما كتقولوا انتم، خص تكون فيها شطه كما كنقولوا. لسه واكلها زيت الهلبان. لا شطه شطه. المهم انت كدير اليوتيوب ماشي على شي حاجه، كديرو حيت انت مرتاح، كتنشطبي الناس. انا عايز انت فكرتيني بحاجه هقولها. في ناس كتير لقيتها كاتبه لي كومنتات، طبعا الناس على راسي ومش قصدي حاجه نهائي. كانوا كاتبين لي كتير بقى نفس الجمله، طلع زوجتك معاك في الفيديوهات عشان تطلع المشاهده. مع احترامي للجميع، انا حوار ان انا زوجتي، مش بقول عيلتي بقى، لا زوجتي خلاص بره السوشيال ميديا. مع احترامي لاي حد، مش معنى كده ان انا ما احب، يعني اللي هو انا جاي على ناس بتطلع بيطلعوا كعيله. انا متابع ناس كتير قوي وتبارك الله عليهم، بس هي بتختلف عن شخصيه او دماغ عن دماغ، بس هي دي اللي انا عايز اوصلها. فمع احترامي للجميع يعني. انا عامه اليوتيوب انا عامله على، يعني احنا بنحب الضحك، بس كنت التواصل مع الناس والتواصل ورا ان انا الناس تقول لي طلع عشان تطلع اليوتيوب عشان يجي لك منه الربح. يا جماعه والله العظيم انا فاتح اليوتيوب للضحك،
للضحك للترفيه. نبقى يعني في ناس ممكن تشوفني دلوقتي نتعرف على الناس في ناس ممكن تشوفني دلوقتي تضحك. لا والتواصل مع الناس زوينه بحالكم اللي كتفرجوا طبعا طبعا لكن انا بالنسبه لي انا الحمد لله الحمد لله يعني انا او عيلتي او اي حد يخصني احنا كلنا الحمد لله عننا مليانه. انا راجل ليا شغلي كل واحد ليه شغله كل واحد ليه رزقه فدي بتبقى من باب الترفيه فده ان انا عايز اوصله لبعض الناس مش قصدي اي حاجه. وصلك الاصحاب زميلي طبعا وعرفك عرفني على ناس جميله عرفك على ناس والله العظيم يعني وكفايه ان انتم متابعيني ماشي هتحتفلوا بيا يعني طيب ولا ايه؟ هتحتفلوا بيك هتحتفلوا بيا ازاي يعني يا جدعان بقى يعني هتضحكوا عليا باي يعني ببيبسي وكده كولا ساعه انا عايز اسخن يعني لا 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 انت السنه اللي فاتت يا زوز جبت لي كيكه وحطيت لي فيها شمعه يا زوز هاد السنه جبنا لك طرطه صغيره ولكن ما جبناش لك جبناها لك كلاس مع الصغار هذا يعني انا همسكها كده تورته كبيره الدوب هعمل كده لا تورته كبيره وهذا كلاسي ايش جاتو كلاسي ايس كريم ايس كريم ايس كريم ايس كريم كلو كلو ايس كريم في قليب ايس كريم في قليب ما قدوش نديروا فيها الشمعه لا درنا فيها الشمعه لا انت واكلها ولا احنا واكلين نوريها للناس نوريها للناس ما اعرفش انا مش عايز اميلها اكتر عشان العب طيح انا غسل ايدي عامه العب يا بروسلي والله يا جماعه والله والله انا هين عليا يعني الناس يعني تبقى معايا واحلى احلى عيد ميلاد كمان عايز اقول حاجه عن الانستجرام في شخصيه عزيزه عليا جدا 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 فرحتني بعيد ميلادي الفنان الجميل الروعة سعد المجرد بعتلك؟ نزلت فيديو انا كنت عامله على التيك توك ونزلته على الانستجرام وعملت له فيه منشن او تاج وكده ففي المسجات دي مش اول مرة هو يرد عليا بس هو ايه عمل لف على الفيديو في المسج بتاعه ما بيني وما بينه في الكونفرزيشن يعني فالمهم قلت له رحت ردد عليه انا بقى بعد القلب ده فقلت له ده احلى عيد ميلاد ده ولا ايه فقال لي هابي بيرث داي يا برو حد متواضع يعني ما تخيلهاش كل الناس المتواضعه من الفنانين انا قابلتهم في المغرب هنا ما اعتقدش الله اعلم انا مش عايز اظلم حد ما اعتقدش لو انا كنت في مصر مثلا كنت الاقي حد بالتواضع ده ان انا ابعت لحد ويرد عليا بسرعه او كده يعني فبجد يعني عايز ابعت له شكر يعني ومستنيك ان انا اشوفك في المغرب في الرباط جنب بيت الوالد فانا مش بعيد هشوفك ويا ريت بقى ايه الناس توصل له الجزء ده عشان هو عارفني فايه قول له احمد هيشوفك هيشوفك او هيشوفك تبع عندك الفنان الزوز زوز زوز يا زوز يا زوز اديله خد يا زوز خد يا زوز انطلق انطلق دابا صافي وليتي كتموت على المغرب لا هو انا من غير اي حاجه انا كنموت على المغرب كنموت على المغرب انا عايز اقول لك انا بدور على علم مصر بس طبعا الله اعلم ممكن الاقيه هنا ولا لا عشان امسك العلمين مع بعض ما انا مش هروح على السفاره اقول لهم هاتوا العلم اللي معلقينه على الباب يمكن بيباع لا اماكن واماكن ممكن خليني انا نوقف حدا الهوليتي واللي هي وانت طلع سلقا من فوق السفاره انا غادي الزز عايز يسلمني عايز يسلمني بيقول لي انا شبيت لك تطلع هوبا ده على الهوا يا زز احمد بيهرج يا جدعان زوز بيهرج بغى يزحلقك اخر عيد ميلاد ديك في المغرب اخر عيد ميلاد ايه ده اخر دقيقه ليا في المخ والله تديوك الميصار يعلقوك خوفو خوفو انا خلاص هتعلق من بعد الفيديو ده خلاص زوز تقلب على العالم زوز انت زهقت مني زوز من عايز يرحلني ومش اي ترحيله لا من السفاره مني للسفاره يا زوز حرام ماشي يا زوز لا لا خليتك انا غادي احتفلوا بك في لومال ديال ابو زعنب ابو زعنب حبيبي يا زوز والله
يا جدعان احنا حبينا نشارككم في 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 يوم عيد ميلادي تتشاركوا معايا. وطبعا احلى عيد ميلاد بجد. مبسوط جدا من اللي بعت لي رسائل على انستغرام على التيك توك على اليوتيوب. برضو النهارده كان في ناس بعتت لي على فيديو كنت ستوري كنت منزله بخصوص عيد ميلادي للناس اللي هي متابعاني على انستغرام وهي كانت عارفه. بجد ما تحرمش منكم ودايما دايما مع بعض على الحلوه والمره زي ما بيغني اسمه يتعرف الاغنيه دي على الحلوه والمره مش كنا متوعدين. مين اللي بيغني ساعات البث فين بطاقه ما بشيلش بطاقه ما بتشيلش بطاقه ليه ما عنديش جبوار عبيط يعني ماشي عايشين في المرارة قلت عايشين في المرارة على الحلو عايشين في المرارة يا زوز لا ده لسه في فيديو للعيد والدبيح هنوديه فين يا زوز الدبح يا زوز الناس مستنية الدبيح يا زوز نعم 20 جنيه خد كل سنة طيبين وانت طيب السلام عليكم عليكم السلام ايه ده صدق سلخت قبل ما اذبح قالك ما قدش يذبح لا هيذبح مفيش الكلام ده انا اللي هذبح ماشي الخروف كاين الذبح مش هيبقى كاين انا اصلخ انت اصلخ براحتك يا صاحبي يا حبيبي يا زوز بجد والله دايما فعلا جنب بعض ومعايا وتقدم ان شاء الله اشوفكم على خير اشوفكم على خير